اللي هو الورم والورم جير، او بيقولوا عليها الورم ويل. ده المنظر اللي قدامنا. الهدف زي ما قلنا قبل كده نقل الحركة ما بين عمودين شماليين. واحنا بنتكلم في العمود ايه بالنسبة للعمود بي، لا تقاطع ولا توازي ولا اي حاجة. فواحد فيهم اللي هو ايه ده بيركب عليه الورم اللي احنا بنقول عليه الدودة، والتاني بنركب عليه الورم ويل او الورم جير وبنقول عليه ترس الدودة. الرسمة دي محطوطة لسبب. دايما 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 الورم بيبقى درايفر، عشان كده الرسمة دي جاي حاططها لك على الموتور. دايما 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 الورم بيبقى درايفر، الدورم وير بيبقى دريفن، غير كل التروس اللي فاتت. يعني انت ممكن تعمل جير بوكس الغرض منه ان انت تزود السرعة او تقلل السرعة، فلو انت عايز تزود السرعة بتحط الترس الكبير على الانبوت والترس الصغير على الاوتبوت. لو انت عايز تقلل السرعة بتحط الترس الصغير على الانبوت والترس الكبير على الاوتبوت. فهنا ممكن يبقى الكبير والصغير درايفر او دريفن على حسب انت عايز تعمل ايه. الكلام ده في السبير جير درايف والهيليكال جير درايف والبيفل جير درايف. لكن الورم درايف او الورم جير درايف لا، دايما دايما الانبوت، دايما الانبوت، دايما الدرايفر هو الورم، ودايما الورم ويل هي اللي بتبقى دريفن. ده المنظر بتاعهم، دول شماليين وكل حاجه مفيش فيهم مشكله، اما واحده بتلف التانيه بتلف معاها وهكذا. طيب واحد قلنا ترانسميت باور بتوين تو سكيوت شافت قديمه، كومباكت يونت مش عارف ليه، يمكن نعرف دلوقتي. لارج سبيد ريشيو هنعرف ليه بس لازم نقارن. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ كل اللي فات سبير جير مع سبير جير، هيليكال جير مع هيليكال جير، بيبل جير مع بيبل جير. السبيد ريشيو عشان اليونت ما تكبرش منك قوي، او عشان التروس ما يبقاش فيه فرق قوي في السايز ما بين الاثنين، فكان ماكسيمم السبيد ريشيو 5. كانت ماكسيمم سبيد ريشيو 5 ما بين الاثنين. فدي واحده. هنا لا، هنا انت النقطه الاولانيه بتقول انت من شويه بتقول السبير مع السبير والهيليكال مع الهيليكال والبيفل مع البيفل عشان خاطر الحكايه المساحه او الحجم ما يزيدش مني. خلينا لغايه 5. لا، انت هنا بتقول لي كومباكت يونت، وكمان جاي بقى ايه بتغيظني بتقول لي ده انا السبيد ريشيو بتبقى كبيره، ده انا ممكن عادي جدا جدا اوصل لغايه من 25 ل 200، ده حاجه عاديه في الكلام ده. برضه هنشوف ازاي. ديس ادفانتج، يمكن الشكل اللي قدامك ديس ادفانتج انه غالي، ممكن يكون واضح ان الماشيننج بتاعه هيبقى مختلف. يعني غالي دي ممكن تبقى من موضوع التصنيع بس هيبقى ليه سبب تاني، يعني هيبقى التصنيع وحاجه تانيه. في هيت جنريشن ما اتكلمناش قبل كده عن الهيت جنريشن، فواضح ان هنا الهيت جنريشن عامل مؤثر. وطالما بقى في هيت جنريشن يعني في باور لوس هتبقى موجوده، وطالما لو في باور لوس هتبقى موجوده هتبقى في افشنسي. ما اتكلمناش على الافشنسي في اي حته في المنهج، لا اتكلمنا فيها عن التروس قبل كده في الثلاثه اللي احنا خدناهم، ولا اتكلمنا عنها في البلت قبل كده. فواضح ان موضوع الحراره بتاخد جزء محترم من الباور، معنى كده ان هيبقى عندي افشنسي ولازم نتعامل معاها. السبب الثاني ان القصه بتاعه الورم والورم جير بتبقى غاليه، غير ان هي الماشيننج واضح انه بيبقى صعب. القصه الثانيه ان انا محتاج نيد اوف هاي كواليتي جريدز اوف برونز. المنظر اللي قدامك منظر حقيقي، ان الورم جير بيبقى زي ما انت شايف كده من جزئين، الجزء الفضي اللي جوه ده
ده بيتعمل ستيل او كاست اير، الجزء الفضي اللي جوه ده بيتعمل ستيل او كاست اير، الجزء اللي بره ده بيركب عليه من بره بنسميها الجزء اللي بره ده بيركب عليها ريم. الريم دي لازم تبقى برونز جريد بتاعه عالي، ده يغلي القضية اكتر مش مانيفاكتشرينج وبس. يمكن برضو هنعرف ان الموضوع هيبقى ليه طبعا علاقة بالحرارة. عموما اسهل ترسين يتثبتوا مع بعض هما السبير جير، الهيليكال البيفل صاحبنا دوت عشان البوزيشن ما بين الاثنين هو اللي ممكن يخلي الكتابة بتاعته او التجميع بتاعه يبقى صعب. طب هي القصة ايه بقى؟ القصة من المنظر اللي انت شايفه دلوقتي ان انت لو احنا جينا قلنا كده انا عندي ورم ورم جير ورم انت ورم جير انا عندي ورم معشا مع ورم جير المسقط الثاني اهو اهو ايه المشكله بقى؟ المشكله ان لا بعد كل التكاليف الجامده دي الكونتاكت هنا قليل. يعني ايه الكونتاكت قليل؟ الكونتاكت قليل اللي بان قدامك معناها ان النمبر اوف تيث ان كونتاكت قليل. طب ما خد بالك ده كان الهيليكال جير لو تفتكر بقى في المحاضرات بتاعت الهيليكال جير ده كان كومبيرد بالسبير جير كان بيشيل باور اعلى لان النمبر اوف تيث ان كونتاكت بتبقى عاليه. فانت هنا بالنظر بغض النظر عن السنان ده مش عارف الكونتاكت هنا نقطة ولا الكونتاكت ايه هنا. فمعنى كده ان الكونتاكت اريا او الكونتاكت بين الاتنين او الارك اوف كونتاكت قليل فالنمبر اوف تيث كونتاكت هتبقى قليل. طب انت بقى مكلف وصارف وعمال تقول لي وتوسكي وتشوفت ووجدتها. فراح مفكر في فكرة بقى. عمل ايه؟ هو جاب الورم زي ما هو كده ده ما هو بس راح عمل حركة بقى في الورم جير عمله كده عمل كيرف على الداير في الورم جير خلى الكونتاكت يكبر. اما الكونتاكت بتاعك كبر النمبر اوف تيث ان كونتاكت كبرت الكتب بيقول لك ان هو ممكن الورم درايف ده ينقل بال100 كيلو الكونتاكت. اما كبر ما بين الاثنين النمبر اوف تيث ان كونتاكت كبرت خلى ان انت لما تيجي تقرا في كتب كده يقول لك الدنيا بسيطه قوي ده ممكن ينقل بال100 كيلو باور ما بين الاثنين حاجه زي الفل قوي. يبقى دلوقتي الكونتاكت العالي ده عمل لك ميزه نمبر اوف تيث ان كونتاكت زادت اقدر انقل باور عالي بس الكونتاكت ده بقى يعمل عيب ولا ما يعملش عيب؟ اكيد هيعمل هيت حراره. ليه؟ لان في فريكشن حراره. يبقى مشكلة هنا بقى الكونتاكت هيعمل لي ايه؟ بقى عندي فريكشن بقى عندي هيت جنريشن. هيت جنريشن يعني ايه؟ يعني ان انا هنا عندي باور انبوت وعندي هنا باور اوتبوت والباور الانبوت لا تساوي الباور اوت. بقى عندي بقى ما يعرف بالافيشنسي اللي هي الباور الاوتبوت على الباور الانبوت. يبقى انت بقى عندك هنا بلوه سودا. يبقى انت هنا بقى عندك بلوه سودا.
يبقى انت دلوقتي اما عملت التصنيع الغريبة اللي انت عملتها لي جوه الورم جير ده عشان تزود الارك اوف كونتاكت، زودت الكونتاكت، زودت النمبر اوف جير السنان الميشنج، نقلت لك باور حكاية ما بين الاثنين. ايوه بس بقى في فريكشن بقى اكتر، الفريكشن الاكتر عمل لك هيت جنريشن. على فكره الافشنسي ممكن توصل ل 50-60%، فاحنا ما بنهزرش. الافشنسي دي مش احنا بنتكلم في 95 و96 و8، لا 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 لا، احنا زي ما نشوف ان ممكن الافشنسي توصل ل 60%. فالموضوع كبير. فانت النهارده لو انت بتتكلم في 100 كيلو وات اللي هو بيقول لك عليه انه ممكن تنقل باور عاليه، 100 كيلو وات اللي موجوده دي 100 كيلو وات مدخل 100، لو احنا بنتكلم في 60% يعني بنتكلم في 40 راحوا. فالرقم قد كده يخوف، فالرقم قد كده يخوف. طيب طب يا سيدي الافشنسي هنتعامل معاها، ودي حاجه كويسه وهركز فيها كويس جدا جدا جدا، وبدل ما احسب 100 على الورم جير ده هحسبه على 40 او هحسبه على 60 باعتبار مش عارف ان الافشنسي كام في الميه. لك لا انت عندك مشكله تانية. ايه المشكله التانية بقى؟ عشان الحراره. قال لك انا دلوقتي دي كده وده عامل كده اهو، المنطقة دي منطقة هيت جنريشن. حلو جدا، دي منطقة هيت جنريشن، دي حاجة جميلة جدا. طيب عايزين نخلص منها؟ لا يا عم مش هخلص منها. لا لازم تخلص منها. ليه لازم تخلص منها؟ لان انا مثلا لو تخيلت ان انا عندي السنة الحمراء اهي والسنة التانية اللي موجودة تحت اهي، انا دلوقتي لو انا عايز الف كده انا بلف من فوق باعتبار ان فوق الدرايفر اللي هو الورم. ايه الفكره؟ المفروض ان هي عايزه تزقها عشان خاطر برضو هي كمان عايزه تلففها. لكن المشكله في ايه بقى؟ ان لو درجه الحراره بتاعتك انت ما تصرفتش فيها هتعمل ايه؟ هتعمل للسنان حاجه بنسميها سوفتنينج. سوفتنينج ايه يعني؟ هتطريها. يبقى بدل ما السنه الحمراء ديت تزقها، لا 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 لا، طريت بقى قصيها، وباظت السنان وباظ الصرف وباظ كل حاجه. فمشكله الهيت جنريشن دي لو ما اتحلتش، لو ما اتحلتش هتعمل لي مشكله. ممكن تعمل سوفتنينج للسنان، بدل ما السن عايزه تزق السنه وفي مقاومه جامده فتحركها، لا لا لا، راح دماغك دطريت فما تقصها معاك. فقال لك انت كده كده عندك الديسيبيشن. قال لك هو ايه الديسيبيشن؟ قال لك ما هو الاحمر والبتاع دوت ما هو معمول من ميتال، يعني دوت انا وانا برسم كده ما هو في حراره بتخرج اهي، حلو. طب ما ده برضو في حرارة بتخرج اهو، ده كده هيت ديسيبيشن، هيت ديسيبيشن. لو انا رجعت لدي تاني عشان ابص كده، الورم والورم جير مين المساحة بتاعته السطحية اللي تخرج حرارة اكتر، بتاعت الورم جير ولا بتاعت الورم؟ الورم. لا 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 لا، الورم جير. طب الورم جير، الورم بتاع الصغيره دي، ده الورم. هل بتقول تخرج هيت ولا تعمل جنريشن؟ لا الجنريشن في الكونتاكت ما بين الاثنين،
انا بتكلم دلوقتي عشان اخرج مين المساحة السطحية الاكبر اللي ممكن تبقى متعرضة لاتموسفير درجة حرارته اقل، فانا اسرع معدل الهيت ديسيبيشن. اكيد الورم يجير مش الورم. ايوه صح. فقال لك طب ما تيجي بقى نريح دماغنا طالما الموضوع عندك كده. قال لك طب ما نعمل دي كده من البرونز حكاية. معدلات التسريب بتاعته عالية حكاية. حلو، يبقى انت عايز تقول لي ان الورم جير من البرونز. اه بس هو البرونز حلو وجميل في موضوع الحرارة ده، بس اكيد مشكلة البرونز مش زي الحديد يعني في موضوع الاسترينس والكلام ده. قال لك ما تعملوش كله من البرونز، تعال على الطبقة اللي بره، تعال على الطبقة اللي بره اللي احنا سميناها ريم ونخليها هي من البرونز، وبقيت الترسي تعمل حديد عادي، وهنفكر او ستيل عادي يعني عشان الكلام يبقى مظبوط، يعني ان احنا ازاي هنوصل ما بين الرم وما بين الجزء بتاع الحديد اللي احنا هنسميه هب. بس خد بالك بقى، ده انت عايز نوعية برونز عالية عشان تضمن الهيت ديسيبيشن، مع ان انا هبقى واخد بالي ولازم ابقى عامل كولنت كويس عشان الموضوع ده، مع ان ابقى واخد بالي وعامل كولنت كويس عشان الموضوع ده، بس برضو انت عايز هاي كواليتي جريدز من البرونز 100 100. طيب انت ليه ما بتعملش بقى؟ واضح ان العمود لسه لونه سيلفر. قال لك اه ما العمود بيتعمل ستيل، فكمان بنسبة محترمة تفوق 90% ان الورم بيتعمل حتة واحدة مع العمود مش حتتين زي ما انت شايف قدامك كده، ان الورم بيتعمل حتة واحدة من العمود مش الحتتين، ده غير ان مساحته صغيرة بالنسبة السيرفس اريا بتاعته اللي بيحصل منها هيت ديسيبيشن صغيرة بالنسبة للورم جير، فاحنا بنخليه على حاله زي ما هو بيتعمل من الستيل، هو حته واحده من العمود وما عندناش عمود ما بيتعملش غير ستيل. ده غير ان الهيت ديسيبيشن بتاعته مش عاليه، ان المساحه السطحيه بتاعته قليل، فخلاص خليها من الستيل، خليها من الستيل. يبقى الهيت ديسيبيشن عشان ازودها خليتنا نفكر في كذا حاجه. الحاجه الاولانيه اهتم جدا 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 بموضوع الكولنت. نمره 2، بصيت كده لقيت الورم جير حجمه كبير، قلنا هنعمل الهب من الستيل، ده هيصعب تصنيعه وتجميعه هيكلفني اكتر، وهعمل الرم من البرونز وهجيب اعلاها برونز عشان الهيت ديسيبيشن بتاعته تبقى عاليه. طب والناحيه الثانيه؟ لا، الناحيه الثانيه بتعمل حته واحده مع العمود والعمدان اصلا بتتعمل ستيل. النقطة الثانية الهيت ديسيبيشن بتاعته المساحة السطحية بتاعته كومبيرد تو الورم جير مش مؤثرة قوي، يعني مش هادي اللي هيبقى فيها الكلام يعني. طيب سنة مين الأقوى بقى؟ أنت عندك سنة بقت من الستيل واحدة من البرونز والتانية من الستيل، سنة مين اللي هتبقى أقوى؟ اللي كده الستيل. عشان كده حسابات السنان اللي انت عمال تعيد وتزيد فيه في السبير وفي الهيليكال وفي البيفل، كنت بتحسب على البينيون وبتحسب على الجير، احنا هنا ما بنحسبش غير على سنان الورم جير، لان لو سنة البرونز استحملت اللي هي بتاعت الورم جير اكيد السنة بتاعت الستيل بتاعت الورم هتستحمل. يبقى انت في كل حاجة في كل التروس اللي فاتت بينيون وجير في السبير، شوف سنة البينيون والجير في الهيليكال، شوف سنة البينيون والجير في الهيلي في الـ في الـ في البيفل، واحسب لي بي تانجنشال، واحسب لي المادة هنا وهنا، وروح دور لي على الديناميك، وبعدين احسب لي الانديورنس هنا وهنا، وبعدين الوير على البينيون. لا لا لا، كل حاجة كل حاجة كل حاجة هتتحسب على سنة البرونز، وسنة البرونز بتاعك هتبقى موجودة على الورم جير. مفهوم يا أولاد؟
تمام. عندي بقى لسه نقطتين كده يعني، لسه مش قادر يعني لغايه دلوقتي لسه مش قادر يعني، لسه هنحكي بقى الحكايتين دول عشان نعرف السببين ايه بالظبط. قصه بقى الورم ده يعني، الورم جيره هو باين انه ترس، الورم جيره باين انه ترس. كم حكايه الورم ده؟ نشوف الورم ده بقى. بص كده الورم الفيديو ده، سنة واحدة ولفها. قلت له تاني كده، اولا السنة مايلة، بص عمال يزود الميل بتاع السن، مال يزود الميل بتاع السن، مال يزود الميل بتاع السن. بيقول ايه بقى؟ The worm can be regarded as a special case of helical gear. Helical gear سنة مايلة. Imagine there is was only one tooth in the helical gear. حلو قوي. Now increase the helix angle. احتمال هنا نسميها lead angle. يعني الhelix angle بتاعت الhelical gear احنا ممكن نسميه هنا lead angle. نشوف الفرق بين الاثنين دول. So much that the tooth wind around، يعني انت عمال تزودها عمال تزودها عمال تزودها لغايه ما هتدي لك احساس، لغايه ما هتدي لك احساس ان هي لفه زيها زي الالوظ. بص كده ادي سنه اهو. طيب خلاص هي في الاخر سنه واحده، يعني المهرجان ده كله اتعمل على سنه واحده. يعني انت ساعتها الورم، ساعتها الورم دوت هحسبه ان ورم سنه واحده. ما هو كان بدايته سنة واحدة ولفناه اهي. اهو. يعني الزد بواحد، ايوة الزد هحسبها له بواحد، هو اسمه كده اهو. سنجل توث وورم. ده في نقطة تانية بقى. قال لك ده انا خليتهم اتنين. سنتينهم لف يا عم، سنتين وهيليكال برضو لف يا عم. اقعد ميل ميل ميل، زود الهيليكس انجل، زود الهيليكس انجل، زود الهيليكس انجل بتاعتك، يطلع ده. فانا دلوقتي لو هم لا ده بقوا اتنين واكتر، اكتر سنتين، وعدت الفهم هتزود الهيليكس انجل نفس الكلام، بقى عندي دبل توث دورم، يعني سنتين، ممكن ثلاثة، ممكن ثلاثة وممكن أربعة، قول زي ما انت عايز، ممكن ثلاثة وممكن أربعة، قول زي ما انت عايز. The number of teeth of the worm. تبقى بقى مركز، ده بيقول لك الورم ده سنة واحدة، يا سنة واحد يزود الهيليكس انجل، الهيليكس انجل بتاعتها لغايه ما حسيت ان هي لفت حوالين الاسطوانه زي الالوظ. ده سنتين، ايوه ما هم كانوا سنتين بالطول الاول. واحد يزود الهيليكس انجل، الهيليكس انجل لغايه ما خلاها تلف بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. فبيقول بقى ذا نمبر اوف تيث اوف ذا ورم از ريفيرد تو، ده ليه اسم ثاني بقى ممكن اقول عليها نمبر اوف ذا تيث اوف ذا ورم. حلو قوي. وممكن يقولوا عليه نمبر اوف ستارتس، والعمال بيترجموها بالعربي بعدد الابواب او عدد المداخل. يعني يقول لك ايه الدوده دي كم مدخل، الدوده دي كم باب. الترجمات الكتيره بتاعتها دي هي برضه، هي كانت سنه واحده، كانت مدخل واحد، كانت ستارت واحد، كانت باب واحد، كانوا سنتين، كانت تو ستارت، كانوا مدخلين، كانوا بابين، قول زي ما انت عايز. بيقول لك ايه بقى؟ وان سبيكس اوف سنجل ستارت ورم، بدل ما تقول ترس ورم سنه واحده ممكن اقول سنجل ستارت ورم، ممكن اقول دبل ستارت ورم، ممكن اقول ثلاثه ستارت ورم، ممكن اقول مالتي ستارت ورم، مفيش مشكله.
in general mainly single start swarm are produced, بس برضو ممكن يبقى عندي لغاية أربعة. ممكن يبقى عندي لغاية أربعة. أدي المنظر. الفكرة بقى ده المنظر اللي قدامي ده سنجل ستارت بتاعي اللي موجودة. لو أنا مشيت بإيدي على حلزون واحد هيكمل معايا لغاية النهاية. مش فاهم قوي. بيقول لك أنت لو مشيت على الأحمر ده ظهره أهو. ظهره أهو. ويكمل أحمر تاني. لو أنت مشيت على الأزرق يبقى أنت دلوقتي الفكرة كلها في إيه؟ أنت نقلت من ده رحت لده. الله ده كان في حلقة ما بينهم لونها بأزرق يبقى كده أنا عندي اتنين ستارت. عملت نفس الكلام من الناحية التانية أهي. مشيت ورا ظهره علمت عليه. من ورا أهو. وبعدين مشيت كده اهو. ده انا لقيت ما بين الاحمر والمحمر لفتين. يبقى الاحمر كانت لفه، الاصفر كانت لفه، الازرق كانت لفه. يبقى ده بالنسبه لي تريبل ثريد. عايز بقى تقول تريبل ثريد، عايز تقول عليها تريبل ستارت، قول زي ما انت عايز. واحد علمونا زمان في المسمار ان المسافه ما بين سنتين ورا بعض اسمها البيتش. اه بس بقى هنا عندي بيتش وعندي ليد. يعني يعني المسافه ما بين سنتين ورا بعض بغض النظر هم على نفس الهيليكس ولا مش على نفس الهيليكس، هم على نفس الاسطوانه او مش على نفس الاسطوانه بيسموهم بيتش. ولكن المسافه ما بين سنتين ورا بعض على نفس الهيليكس بنسميها الليد. عشان كده انت بتبص هنا دي بيتش انما دي ليد. دي بيتش ودي بيتش ودي بيتش هم ورا بعض ومالناش دعوه بقى حلزون واحد ولا مش حلزون. من هنا بتيجي لو احنا قلنا ان النمبر اوف ستارت دي النمبر اوف ستارت اللي موجوده دي لو اديناها كلمه اي يبقى الليد بتساوي الاي في البي. الاي النمبر اوف ستارت والاي هي البيتش. الاي النمبر اوف ستارت والاي هي البيتش. فانت الحاله اللي عندك هنا في السنجل الليد بتساوي البيتش. هنا الليد بتساوي اتنين البيتش لان هما دبل ثريدد او دبل ستارت. هنا الليد بتساوي تلاتة البيتش لان هما عندك تريبل ثريد او تلاتة ستارت او تلاتة اي حاجه. مفهوم يا ولاد؟ تمام دكتور. نعم. هو عدد المداخل بيفرق في ايه معايا؟ هنشوفه. تمام دكتور. دكتور انا اعرف ازاي عدد المداخل من غير ما يكون الوان؟ يعني تقريبا لو ما فيش الوان مش عارف افرق. لا هتعرف تفرق لو انت بصيت من هنا من تحت او من فوق. تطلع دايرة عليها ثلاث نقط 120 درجة او عليها نقطتين 180 درجة او عليها نقطة واحدة فوق تبقى باينة. وبعدين انا معايا ثلاث بتاعت تعالى معايا ثلاث صوابع بالطباشير. لو انا مش عارف اجيبها لو انت مش عارف تجيبها من البلان كده معاك ثلاث صوابع واحده بلون. شوف حاجات تانية انت ما لونتهاش ولا لا اتحرك على اللي انا ما لونتوش بلون. شوف حاجات تانية ما لونتهاش ولا لا بلون ثالث وهكذا. اقول لك بص اقول اجيب لك مش يا دكتور ممكن نعم ممكن امشي مثلا بصباع على سنه واشوف هخرج من الناحيه الثانيه على انهي سنه واعد بينهم كم واحده يعني مش ما انا بقول لك لون بدل ما تمشي بصباعك انا بقول لك لون.
ثواني. كده بص الصورة دي كده. تقول حاجة دي. طبعا انا جايبها لك عشان دي. عشان الدائرة على اليمين. لو انت بصيت عليها فيو تاني. ايه? ثلاثة. الثلاثة. تمام كده يا دكتور. ده بقى الورم درايف، يعني علبة فيها جير بوكس. ماشي. الكونتاكت اللي عمل لنا المشاكل، اللي عمل لنا طبعا اللي عمل لنا ميجا الاول، بقى نمبر اوف تيث اوف كونتاكت عالي، بقى عندي باور عاليه بتنقل، دي حاجه كويسه، بس عندي هيت جنريشن. بص بقى الموضوع لازم يبقى فيه ده اشتريج كولنت، ده انا لازم كمان عايز درجه حرارته، لان هنشوف بيطلع بلاوي الهيت جنريشن دي. هنشوف درجه الحراره بتوصل لكام، شوف درجة الحرارة بتوصل لكام، بتبقى عالية. ده القصة بتاعت الايه الورم درايف اللي موجود. طبعا باين ان انا عندي العمود اهو، والعمود التاني اللي انا عايز انه اهو، فدور رسمي تو سكوت شوفت، فدور رسمي تو سكوت شوفت. المنظر بقى اللي عايزك تاخد بالك منه، ان هنا السنتر ديستانس بقى قليل، بتقارن بمين؟ بكل اللي قبله، هيليكال جير، بيفل جير، بكل اللي قبله. فاكمن الحجم اصلا، ما عنديش ترس سبير بالقطر الصغير بتاع الورم دوت. هنشوف ابعاد الورم بالنسبه للعمود حاجه ضايعه جدا، يعني ما عنديش ترس سبير، بيبقى صغير قوي كده، ما عنديش هيليكال، ما عنديش بيفل. فعشان كده السي قلت. معنى كده ان انت ما تعوز بقى تعمل الفريم الخارجي اللي ياخد لك ده، ان انا اغطي بقى كل ده كده، احطه في علبه، يبقى بالنسبه لي ما عندي، يعني هيبقى باين قوي ان ده كده هتطلع كومباكت يونت. فالكومباكت يونت اساسها ايه؟ اساسها السي قليله. كومباكت يونت اساسها ايه؟ اساسها السيل قليل. فالسيرة انا تقريبا طلعت ترس برا اللعب. الورم ده يعتبر حجمه قليل بالنسبه للبنيون سبير، وبالنسبه للهيليكال سبير، وبالنسبه بالنسبه للبنيون سبير او البنيون هيليكال او البنيون بيفل، قليل. فانت هتقدر فعلا توصل بمعدلات قليله جدا من السنتر ديستنس، وده هيدي لك انديكيشن اما تيجي تحط العلبه اللي هتحوط بقى الهيصه دي بقى عمدانك بدوده، بترس الدوده بالبلي كل الكلام ده، هتلاقي ان انت عندك ان الورم درايف دي كومباكت يونت بالنسبه للباقي، كومباكت يونت بالنسبه للباقي. بس برضو عايزين نتكلم بقى شويه في حته الايه سبيد ريشيو. يعني برضو انت عمال تقول لي سبيد ريشيو ممكن من مش عارف من 25 ل 200 ده رقم قليل، فعايزين نتكلم شويه في السبيد ريشيو ده. ماشي، احنا اتفقنا ان الورم سنه واحده يعني زد بواحد، ممكن اقول عليه ورم بمدخل واحد يعني سنجل ستارت. وما افهم ما اسمع ان هو سنجل ستارت تبقى الزد بتاعته بواحد.
since November of start is of worm ultimate equivalent to the number of teeth. انت دلوقتي بقت سنة فقلنا هو هو يبقى the number of teeth to be used to determine transmission ratio بلاش ال I يعني احنا خلينا في اليو عشان ما تتلخبطش ما بينها لان احنا في كل الثلاثة شابتر اللي قبل كده السبير والهيليكال والبيفل بناخدها برمز يو وقلت لك قبل كده ان انت طالما عملت السبيد ريشيو بيو يبقى لازم تبقى أكبر يبقى ساعتها تبقى اكبر من واحد بغض النظر انت بتقلل سرعه او بتزود سرعه لكن ساعتها اليو بقت كبيره على صغير. اقدر استخدم السنجل ستارت ان زد بواحد في حاله الورم، اقدر استخدم الدبل ستارت ان زد باثنين في حاله الورم، اقدر استخدم ان انا لو تريبل ستارت ان زد بثلاثه. فمن هنا بقت اليو بتاعتي بقت غريبه جدا، اليو بتساوي عدد سنان الورم جير على عدد سنان الورم. عدد سنان الورم دي بقى اللي هي ايه؟ النمبر اوف ستارت بتاعته. ده انت من شويه بتقول لي بيعملوا سنجل ستارت زي الرز، زي الرز بواحد يعني يعني المقام بواحد. ده انا جبت ترس زد ورم جير ب20 سنه وش اليو ب20. ده انت لسه كنت بتقول لي دلوقتي السبير مع السبير والهيليكال مع الهيليكال والبيفل مع البيفل اخر خمسة عشان السنتر ديستنس ما يضربش منك، عشان اليونت بتاعتك ما تضربش منك اخر خمسة. شوف احنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم 20، ده لا ايه ده انا لو عملت زد الورم جير ب20 لا 30 لا 40 لا 50 يبقى كمنه قدر يصنع ورم بسنة واحدة، والسنة الواحدة العدد موجود عندك في المقام والعدد موجود عندك في المقام. فده خلاك تعمل ايه؟ ده خد بالك انت مش واخد بالك minimum number of teeth خرج الورم بره اللعب تتعمل على المكنة. كتب بتقول 17 وكتب بتقول 18، قول 20. كتب بتقول 17 وكتب بتقول 18، قول 20 عشان يبقى رقم. لا 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 الورم 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 بره اللعبه، يعني الورم جير زيه زي التروكس 17 او 18 او 20، لكن الورم بره اللعب هي عمود. هو زي ما الفيديو شبهها لك سنه وقعدت ميلها 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 يعني زود الهيليكس انجل بتاعتها. حتى انا ممكن سماها اسم تاني هيليكس انجل وسماها اسم تاني ليد انجل، زي ما طلع لي ليد وطلع لي بيتش مالا ازود الميل ازود الميل ازود الميل ازود الميل لدرجه ان هي لفت على الاسطوانه كلها بقت عامله شبه الالوز، بقت عامله شبه الالوز، بقت سنه او سنتين او ثلاثه. اعمل اللي سعادتك شايفه مظبوط. دي نقطه. من هنا بقى الكلام due to the generally very low number of start of the worm واحد and large number of teeth of the worm يجير لو اشتغلنا على المينيموم 20 بلاش 17 و18 حط رقم عادي. The transmission ratio of worm drives عالية جدا with worm drive very high transmission ratio of more than 100 can be achieved. ده ايه ده can be achieved مع الكومباكت يونت، لان انت عمال تزود ترسم ما بتلعبش في اخطار الترسية. انت بتلعب في ترس واحد اللي هو الورم جي، المقام عندك زد بواحد مثلا ب 20 بتزود ده بس، ب 30 بتزود ده بس، ب 40. فانت الفكره انت عمال بتزود وكل حاجه وعمال تكسب عمال تكسب عمال تكسب الريشيو اللي موجود. عشان كده عشان كده لو انت عندك شغلانه محتاجه ريدكشن ريشيو كبير لازم تحط في الشغلانه دي ورم ورم جي. لو انت عندك شغلانه محتاجه ريدكشن ريشيو كبير لازم تحط في الشغلانه دي ورم ورم جير. الله يرحمه دكتور احمد كان عمل جير بوكس ينزل من 10,000 لفه للفه واحده، مش خمسات بقى والكلام الحلو بتاعك ده، لفه واحده. لو قضيناها خمسات ال 10,000 دول فيهم كام خمسه؟ فاللي ينجز لك اللي ينجز لك لازم تحط ما بينهم شويه ورم ورم جير عشان تزود السبيد ريشيو بتاعتك. انزل بجد بواحد هات لي ورم نمبر اوف ستارت بتاعته واحد. هنا
فالارقام المخيفه دي ما تتعملش بسبير مع سبير بس ولا هيليكال مع هيليكال بس ولا لا 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 لا, لا, لا. على الرغم ان هو بيضايقني, هو هو جميل وكل حاجه بس بيضايقني. بيضايقني في ايه بقى؟ ها بيضايقني في ايه؟ لوسز حراره حراره. هنلاقي الافشنسي 70% 60% كمان هنشوف. هو بيضايقني ولازم اروح وتكلفه التصنيع اعمل هب من ستيل واروح اعمل الريم بتاعته من البرونز واشوف اجمع هعمله ازاي, واصلا تصنيع الورم زي ما هنشوف فيلم برضو. برضو عايز اقرب لك الموضوع من الناحيتين, عايز اقرب لك الموضوع من ناحيتين. طب ايه الموضوع اللي من الناحيتين ده؟ بيقول لك ابدا ورم هذا سنجل ثريد, يعني تزيد ورم هنا او الاي بتاعت الورم. اي ورم يعني ايه؟ عدد الاي المداخل. للورم عدد المداخل بواحد نمبر وده جير عندي زد جير هنا باربعين. ده ورم عند جير اكسس ماست بي مش دي سوزات ده ورم ميك. بص بقى لو الورم بتاعك عمل 40 لفه, لو الورم بتاعك لو الورم بتاعك عمل 40 لفه الجير هيعمل لفه واحده, يبقى انا بتكلم في عدد. ما ده الفكره اللي موجوده هنا, انا عندي 1 ل 40. طب هو مين اللي بيلف اسرع, الورم ولا الورم جير؟ اللي بيلف اسرع الصغير. يبقى لو الورم عمل 40 لفه الورم جير تلف لفه واحده. حلو, ما اصل اليو زي اي حاجه, ما دي برضو انه ورم على انه ورم جي زي اي حاجه. لا بيقول لك لا 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 تعالى بقى ايه نحط زد دبليو باتنين. لو انت عندك زد دبليو الاتنين يبقى الورم هيلف 20 لفه عشان تلف في الجير لفه واحده. يعني انت دلوقتي انت عايز تقول لي ايه؟ انا دلوقتي بقول ان انا عندي ان جير اهي بتساوي ان ورم, ان جير بتساوي بسم الله الرحمن الرحيم ان في زد ورم على زد جير, صح كده؟ زد ورم ان ورم على ورم انا عايز دلوقتي ان ورم جير يبقى زد, صح كده مظبوط. هو دلوقتي عايز يعمل ايه؟ هو لا خلينا ان ورم احسن. ان ورم بتساوي ان جير في زد ورم على زد جير. هو دايما 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 عايز يخلي الان جير بواحد. هو دايما 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 عايز يخلي الزد ايه؟ زد جير على ان جير في زد جير على زد ورم. انا عايز اجيب ايه؟ لان ورم. لا انا وديت ليه, انا وديت الورم الناحيه, انا وديت الورم جير الناحيه الثانيه كده. تمام, زد ورم جير قصدك على زد ورم, صح كده؟ اه. طب هو دلوقتي دايما عايز يخلي الان جير بلفه واحده, هو ده اللي حاطه قدامه, ودايما دايما دايما حاطط الزد ورم جير ب 40. عنده كم احتمال للورم؟ عنده احتمالين. الاحتمال الاولاني انه يحط زد ورم مره بواحد, يبقى ساعتها الورم لازم يلف 40 لفه عشان الان جير تلف لفه واحده, ومره راح مغير الورم ده وحطه باتنين. يبقى عشان خاطر الشغل الورم جير تلف لفه واحده لازم الان ورم تلف كم مره؟ 20 لفه. فاهمين كده يا اولاد؟ فاهمين اهو. ده من وجهه نظر. في وجهه نظر تانية بقى, بص المنظر ده ثلاثين with one rotation of the worm. انا بتكلم دلوقتي في single thread موجود with one rotation of the worm. ماشي, the worm thread push straight on by one position. ايوه, ما هو دلوقتي لو انت جيت بصيت عليه
اكنه بيتحرك لقدام وهو ما بيتحركش لقدام، اكنه بيتحرك لقدام وهو ما بيتحركش لقدام. اهي the worm gear is thus moved on by one tooth compared to a tooth wheel. In this case the worm actually behave akinno ترس سنة واحدة، اكنه بتتكلم على ترس سنة واحدة وخلاص. يبقى انا دلوقتي لو انا بتكلم ان هو single start، بص بقى double start هيحصل ايه with one revolution of a two start worm to worm thread would each move one tooth. بص بقى two worm thread would each، كل واحدة فيهم بكل واحدة كنا عادة تزق سنة والتاني عادة تزق سنة اهي مشي اطول. لو خدت بالك مشي اطول لو خدت بالك من الزرق. بص انا حاطط لك الاثنين فوق بعض وده لف لفه كامله وده لف لفه كامله على الورم، بس انا حسيت انه تحت التو ده مشي اسرع. يبقى انت لو جيت بقى في الكونكلوجن هنا the animation show the comparison between a double start worm and the single start worm. Note that the worm gear driven by the double start worm باين انه بيلف اسرع. The worm gear اللي شغال double start باين انه هو اسرع من التاني اللي موجود. لو انت جيت شغلت الاتنين كده مع بعض بص فاهمين يا اولاد؟ فاهمين يا دكتور. ده جاي من ايه بقى؟ ليه بيلف اسرع؟ كلام اهبل. لو انا قلت ان اليو ب 20 حلو قوي، مين ال 20 دي؟ اللي هي الان ورم على الان جي اللي هي الزد جير على الزد ورم. هو بيقول ايه بقى هنا دلوقتي؟ انا عندي الزد جير 20 دي بقت بواحد. طيب ما ممكن دي تبقى ب40 ودي تبقى باتنين. العشرين اختلفت؟ لا زي ما هي. العشرين زي ما هي. العشرين زي ما هي. صار بيقول لك ان انت ممكن زي ما انت شفت كده ان انت ممكن تحس ان الدنيا معاك شكلها اسرع. الدنيا معاك شكلها اسرع كل ما بتزود العدد بتاع الستار. طبعا قالت به ته. كل ما النمبر اوف ستارت زادت على الورم كل ما الماشيننج بتاعها يبقى اسرع اصعب. بتتعمل قوي 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 وما فيهاش مشكله، بتتعمل جدا، بس هي مشكلتها ان هي تصنيعها صعب. فمن هنا بقى عرفنا ان الورم ابو سنه والورم ابو سنتين والورم ابو ثلاثه ساعد ان الدنيا عندك تبوظ، ساعد ان السبيد ريشيو بتاعتك تعلى. طيب يبقى احنا تاني لو احنا رجعنا بقى للقصه دي، نرجع لو انت دققت شويه هتلاقي الورم جير ده هيليكال جير، لان الورم زي ما اتفقنا ان سنته مايله. فالورم ويل ده في الاساس زي ما هنعرف هو هيليكال جير، بس هو الفرق في ايه؟ الهيليكال جير كان كده. عامل السنه كده عليه، الورم عامل كده وكده، السنه مايله عليه، هي واحنا عرفنا ان هو عمل القصه بتاعت التحضينه اللي حضنها له ده والكيرف اللي عملها ديت وعملها ليه. يبقى انا احتمال كبير جدا وانا شغال في الورم جير هو هيليكال جير، لان انت لما جينا اتكلمنا في دي اهي هي سنه الاول خالص اهي سن
عمالة تميل، الهيليكس عمال يزيد عمال يزيد. ما احنا اتفقنا بقى ان الهيليكال يعشق مع الهيليكال، فهو اصلا الورم ده سنته مايلة، ليها هيليكس انجل وليها ليد انجل وليها كل حاجة، ليها هيليكس انجل وليها ليد انجل وليها كل حاجة. فتاخد بالك من الحتة دي، حتة مهمة جدا. من الغلطات، من الغلطات المنتشرة جدا في موضوع الهيليكال جير ده، بس انا محتاج كده افكرك بنوت قديمة. سبير هيليكال بيفل، قوانين السبيد ريشيو جايه من الفيلي زي بعض. يعني ايه؟ يعني بغض النظر دي بينيون اهو معاشه مع هيليكال دي، ولا بينيون اس بينيون مع مع بينيون مع ويل، دول كده اتجاه الدوره. ابعد يا سيدي، ما انا فاهم ان دول كده الفي بتاعتهم واحدة. فانت الفي بتاعتهم الواحدة دي رحت كاتبها لي بقى اوميجا ار واحد او اوميجا ار اتنين. طلع القانون بقى ان واحد على ان اتنين بتساوي دي اتنين على دي واحد، وقلنا الدامتر بتاع الجير اللي هو الموديول في عدد السنان اللي هو البيتش سيركل دامتر. يبقى انت هتيجي تقول لي اهو ام في زد 2 على ام في زد 1، وهم طالما معشقين الام غير الام. ولو لعبت بقانون الباور والار بي ام والكلام ده، لان الباور ثابته ما بين الاثنين، في الثلاث حالات دول هنا مش ثابته، هنا مش ثابته، فروحت ضايف طلعت معاك الايكويشن الاخرانيه بتاعه تي 2 التورك على التورك. هنا مفيش، هنا بخ مفيش. فين بقى ده الكلام ده حلو قوي؟ انا بقى عندي في الورم غلط واحد، الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. كل اللي الفكره في ايه؟ واحد، هما كونستنت في؟ لا، من البدايه كده. ايوه لا لا، ليه؟ ما هو ده افرض انه بيلف كده، الفورم بتاعته ايه ده؟ انا بعته عشان اشوف ده عامل كده. فين الدائره بتاعته؟ الدائره بتاعته هتبان في المسقط الثاني. يلف في اي اتجاه بقى انا مش فارق معايا، وليكن اي حاجه، ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده على حسب اتجاه الدوران. فبقى ده في جير او في ورم جير عشان ما نتلخبطش. حلو جدا. السؤال بقى، هل اتجاه الفي ورم هو اتجاه الفي ورم جير؟ لا، على حسب السن عاملين على بعض. لا لا لا، العمودين، ما دي الفي ورم جير، الفي ورم جير هنا اهي. عمودين على بعض ما بيساووش بعض. هي بص المنظر هنا كان عامل ازاي فوق، فالمنظر ده ان كل واحده فين في مستوى ان الفور لا تساوي الفور، فاصلا اوميجا ار بتساوي اوميجا ار مش شغاله، فاصلا الحته بتاعت اوميجا ار بتساوي اوميجا ار مش شغاله، غلط ما تنفعش. يبقى الفكره هي الفي ورم زي اي حاجه، الفي ورم اهي باي الدامتر بتاع الورم في ان ورم على 60,000، وده باي دي جير ان ورم جير على 60,000. وعلى فكره عادي موديول في عدد سنان الجير، محدش يقول لحد، بس ما بيساووش بعض، ما بيساووش بعض. عشان كده ايه بقى؟ عشان كده احنا لما جينا قلنا يوم، قلنا ان
ورم على ان ورم جير وبتساوي زد على اي فقط. الحكاية اللي انا حكيتها مش الهيصة بقى اللي انت متعود عليها، مش الهيصة. يبقى كده ما عندكش زد، ما هي الزد جاية من الان من الاوميجا واحد ار واحد بتساوي اوميجا اتنين ار اتنين، فانت ما عندكش ان واحد على ان اتنين بتساوي دي على دي، خلاص ده خلص. ولا عندك التورك، لان التورك التي اتنين على تي واحد ده كان معتمد على الكونستنت باور ما بين الاتنين، الباور اللي داخله هي الباور اللي خارجه، لكن احنا اتفقنا ان هنا ما عنديش كونستنت باور، فما لا بتساوي لا بتساوي الدايمتر على الدايمتر ولا بتساوي التورك على التورك. دي غلطة من الغلطات الوحشة اللي بتتغلط، غلط. السبيد ريشيو في الورم جير هي مفيش غيرها، السبيد ريشيو في الورم جير ما عنديش غيرها، في الورم درايف دي ما عنديش غيرها، ان ورم على ان ورم جير بتساوي اللي زد على الاي النمبر اوف ستارت بتاعت الاي. طب يعني هم كده، طب يعني انت جاي بقى دلوقتي بتقول لي السرعه كده، بتقول لي ان دي كده في ورم وسايبني كده والزاويه ما بينهم كده 90 درجه كده وخلاص كده. ايه ما اكيد في حاجه بقى. ايوه في حاجه. ايه الحاجه بقى؟ ايوه اكيد بقى في حاجه، في حاجه بتقفل. اكيد في حاجه بتقفل. الحاجه اللي بتقفل بقى اللي موجوده دي، الحاجه اللي بتقفل اللي موجوده دي، دي اللي احنا بنسميها زي ما انت عايز بقى الفي اس او الفي ار. الفي اس سلايدنج فيلوسيتي او الفي ار رابنج فيلوسيتي. هي رابنج يعني بالانجليزي بالعربي ولا ايه؟ بيحتكوا في بعض يعني؟ احتكاك. والاحتكاك ده يعمل ايه؟ من اساس البلاوي الحراره، من اساس البلاوي الحراره اللي موجوده عندك، من اساس البلاوي الحراره اللي موجوده عندك. وخد بالك بقى ان الفي ار والفي اس او الفي ار دي بتبقى في اتجاه ميل السن. ليه بقى؟ الزاويه دي كده، الزاويه دي جاما او لامدا، سميها زي ما انت عايز. الجاما لو هتسمي ميل السنه هيليكس انجل، واللامدا لو هتسمي ميل السنه ليد انجل، وكله متساوي ما عنديش فيه اختلاف، وكله متساوي. خلينا ما نقولش دي دلوقتي عشان انا مش عايز الخبطكوا. احنا دلوقتي كل اللي انا عايز اقوله، خلينا ما نقولش دي دلوقتي، خليها كده عشان ايه ما نتلخبطش. خلاص عندي. يبقى الفكره كلها في ايه بقى؟ اللي انا عايزك تعرفه ان اتجاه السرعه ده في اتجاه ميل السنه، في احتكاك موجود، في مركبه للسرعه احتكاكيه، في سلايدنج فيلوسيتي ريليتيف في اتجاه السنه، في سلايدنج فيلوسيتي ريليتيف في اتجاه السنه. فانا عندي في ورم وعندي في جير وعندي في ار وفي اس، سميتها زي ما تسميها اللي موجود. هنبقى نشوف موضوع السلايدنج دي ده تاني، ما عنديش مشكله عشان نشوف القصص بتاع الزاويه عشان تبقى متخيل. بس القضيه الكبرى ان اليو هي بس ان ورم على ان ورم جير بتساوي الزد على الاي، عشان ابقى كتبت ايه الاي دي؟ نمبر اوف ستارت، نمبر اوف ورم ستارت، ودي عدد السنين بتاع الورم جير عادي جدا. فهمتوا؟
تمام يا دكتور. انا مش هبعت الباوربوينت النهارده لان انا بظبط فيه. يعني انا دلوقتي من الحاجات اللي هظبطها فيها كده احنا محتاجين نحط الصوره دي عشان تبقوا متخيلين. فهقعد كده اظبط فيه وكده كده احنا يعني خليكم من الـ من الـ من الـ من, الـ من الحته المتسجله دي لغايه ما اخلصها، خصوصا يوم الثلاث اللي جاي. يوم الثلاث اللي جاي دكتور تامر يدخل المحاضره عشان يقول لك بقى اللي ليك واللي عليك في المشروع. دكتور تامر هيدخل المحاضره يوم الثلاث ان شاء الله عشان يقول لك اللي ليك واللي عليك في المشروع. ماشي يا حبايبي؟ ماشي يا دكتور. حضرتك هتعمل زي ما انت قلت وهتخش الاول وبعد كده الدكتور يخش، ولا من الاول الدكتور تامر هيخش؟ لا مش سامع، قول لي كده ثاني. ايه حضرتك كنت قلت المحاضره اللي فاتت ان انت لا لا دكتور تامر، لا لا دكتور تامر عايزها كلها. لا لا دكتور تامر يوم الثلاث عايزها كلها. فيوم الثلاث مش هيبقى فيها ورم وورم جير. يوم الحد اللي جاي ان شاء الله انا اللي هدخل. خلصت الورم والورم جير خير وبركه، وما خلصتش الورم والورم جير هيبقى عندنا بقى يوم الثلاث نحكي الحكايه اللي انت بتقول عليها دي. جزء افنش فيه الورم والورم جير، والجزء الباقي لو كان في حاجه على المشروع ولا حاجه. تمام يا دكتور. دكتور وكده المنهج يكون خلص. دكتور ازاي بعمل الورم ده؟ ازاي بجيب سنه كده والفها يعني؟ لا انت ما بتجيبش سنه، ده الانيميشن موجود، ده بيتعمل، ده بيتعمل بيتفتح على الداير كده زي ما انت بتعمل الالووز. طب وازاي بقى بيكونوا مدخلين او مدخل واحد وكده على الالووز؟ البدايه بتختلف. يعني الراجل لما بيجي بيعمل الالووز على المخرطه بيدخل بتغذيه بيدخل اوتوماتيك وبيخرج اوتوماتيك عشان يفضل داخل خارج داخل خارج داخل خارج على نفس الحلزون. عايز يعمل حلزون جديد يروح لافف الظرف مانيوال. افرض انه عايز يعمل دبل ستارت 180 درجه، لو لف الظرف مانيوال 180 درجه ودخل بالقلم هيفتح لك سكه جديده. اه تمام، يعني كانه بيقطع بقلمين كده. ايوه كانه بيقطع بقلمين. شكرا دكتور. الفايل بتاع الكتالوجات اللي بيلي حضرتك نزلته ما بيفتحش عشان تقريبا حضرتك ما عملتلوش فيو يعني للناس على الدرايف. هبص اشوفه. حاضر تاني. حاضر دكتور، كان عندي سؤال بس. اتفضل. هو انا في الامتحان مثلا لما اجي مثلا اعمل كونستراكشن او ارسم ملزم بالطرق اللي احنا خدناها في المنهج يعني اعملها بالظبط مثلا، ولا لو جت لي فكره تانية اعملها يعني مثلا؟ لا في يعني اقول يعني حدد سؤالك بقى كده. مثلا زي في الميدترم الجايد نوت انا عملتها. لا لا انا اسف انا اسف انا اسف، تعالى بقى نتكلم فيها بعد كده وقت. اللي انتوا عملتوه اللي انت نفس المناقشه بتاعه الراس غلط. عايز بقى تعرف غلط ليه بقى تعالى نتناقش. غلط مش معنى ان انا بقول لك غلط ان انت تبقى ملتزم بس باللي احنا بنقوله. لا، لو في حاجه هندسيا صح صح، لو في حاجه احنا عارفينها صح صح. السؤال ما يصغش كده. لا غلط، دي طريقه صياغه سؤال غلط. بالنسبه للمنهج لو في وقت، وان شاء الله يبقى في وقت بعد ما اخلص الورم درايف، المفروض يبقى في عندي مهم جدا 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 تتعرف ازاي تختار سيرك كاتينا اللي هو التايمينج بيلت، وتختار الجنزير اللي هو التشين والسبروكت. دي مش هتاخد غير مره، فمهم كده. بس ايه يعني هنحاول بعد ما نخلص الورم والورم جير ده نزق في المشروع، وان شاء الله يبقى عندنا وقت اقول القصه بتاعت الورم درايف بتاعت التايمنج بيلت والسبروكت والتشين ان شاء الله. يبقى انا كده رديت على السؤال. تمام دكتور، بعد اذنك. اتفضل. هو حضرتك كنت منزل ان انا ليا درجه وان اسمي مش مكتوب في بورتل، مع ان انا درجتي موجوده قاعد على الاس اي اس. تقول ايه؟ حضرتك كنت منزل ان انا ليا درجه وان اسمي مش مكتوب في البورتل. اه بس انا درجتي موجوده عادي على الاس اي اس قبل وبعد الزياده. طيب خلاص.
يمكن بقى ما عملته تاني. طيب تمام طيب. شكرا. تفضل. انا عندي سؤال في الهيليكال جير ممكن حضرتك احنا لما نيجي نسال لما نيجي نحسب الاف تي لازم لازم نقسمها على الاوفرلاب وكده صح. طيب الاف تي اصلا يعني انا لما اجي احسبها اللي هتطلع دي هي اللي دايما هقسمها ولا توتال الاف تي اللي انت بتحسبيها من التورك على الراديوس او الباور على الفيلوسيتي توتال إيه عشان ادخلها بقى في الرياكشنز وكده لازم اقسمها على الاوفرلاب. لا لا ثواني لا 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 بالراحه 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 بالراحه. انت دلوقتي في كل حسابات التروس احنا بنصمم سنه واحده، يبقى الاف تي اللي عندك دي توتال، عايزه تجيب الاف تي اللي هتبقى موجوده على السنه الواحده عشان نصمم السنه. ماشي كده. نقطه بقى من اول السطر، رياكشن ايه بقى اللي انت بتتكلمي عليه؟ لو انت قصدك الرياكشن بتاعه العمود هتتعاملي مع الفورس كلها لان العمود شايلهم كلهم. الحته الوحيده اللي انا هقسم فيها على الاوفرلاب ريشيو وانا بصمم السنان اف تي والكلام الفاضي كر بقى كله البي تي والدايناميك والانديورنس والوي، لكن عايز احط الفورسز على العمود مش هقسم، عايز اجيب رياكشن على البيرنج عشان احسب بيرنج كاباستي مش هقسم. تمام ماشي ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. هو انا لو عندي على نفس الشافت بولي وجير، فهو انا لما باسيوم يعني ان الفورس مثلا بتاعت الجير بتاعت البولي يمين وتحت، فبرضه هاسيوم الفورس بتاعت الجير، فانا باسيوم على اي اساس؟ لا لا مين قال ان انت بتاسيوم؟ مين قال ده؟ انا كنت منتظر ان انت هتقولي اسيوم حاجه تانية. مين قال؟ دلوقتي انا لو دخلت انت دلوقتي كده مظبوط، انت عندك طاري اهو وده عامل كده وعندك ترس في النص اهو. السؤال الاولاني، اهم غلطه انتوا بتغلطوها مين الدرايفر ومين الدريفن؟ فانا دلوقتي اللي انت لو مش معاكي اللي انت بتعملوا لي اسيوم اتجاه الدوران، فانا دلوقتي لو انا بتكلم فوق كده ده البولي وده الجي. البولي يقول ان من غير وجع دماغه اهو. الجير بقى هتفرق، افرض ان الجير اللي معشق معاه لفوق يبقى انت هتحط الفورسز بتاع الجير عند النقطه دي، لان دي بنحطها على البوينت اوف ميشن. فين اتجاه الدوران؟ ما ستة هيبقى معاك جيفن اي حاجة اهو، ادي اتجاه الدوران درايفر ودريفن. الغلطة التانية اللي عندكم، ما اقولش ان البولي هي اللي دورت العمود يبقى البولي دي هتبقى درايفر والترس دريفن. درايفر ودريفن من نفس النوع، الطرة دي ادور على الطرة اختها، الترس دوت ادور على الترس اخوه، يبقى الطرختها المفروض انها تبقى تحت مثلا، والموتور اهو الحمراء درايفر ولا دريفن للبول اللي زيها. الطره الحمراء على العمود ده درايفر ولا دريفن؟ دريفن. لان الطره اللي تحت موجوده على العمود هي اللي دورتها، يبقى الحمراء هنا دريفن. الترس بقى، الترس الاحمر اما هيلفف هيلفف الترس الازرق اللي فوق منه، يبقى لازم الترس ده درايفر. لو انا فرضت ان الاحمر ده سبير جير، عليه كم فورس بقى للسبير جير؟ اتنين. اتنين.
واحدة ريديال عايزة باتجاه الفين وعايزة تعمل ايه؟ اتجاه لتحت وعايزة تقلل المشي. اتجاه تحت وعايزة تقلل المشي. اهي اف ار ايه؟ الاف تانجنشال بالتانجنت الدايرة عند البوينت اوف ميشن، بس اتجاه دورانها يحطوا عكس الار بي ام، يحطوا مع الار بي ام على حسب هي درايفر ولا دريف. هتحطها يمين ولا شمال؟ شمال. احط لا يمين. ما انت لو حطيتيها شمال يبقى اتجاه دورانها هو اتجاه نفس دوران اتجاه ال ان. المفروض الدرايف جاي يعني راح يمين. شمين شمين. شمين 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 شمين. ادي الاف تي. هتيجي هاتي الاحمر بقى. انا هسم اخلي الاف واحد هي الكبير. الاف واحد تبقى موجوده في اي طرف. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا بقول لك هخلي الاف واحد هي اكبر من اف اتنين. هتحط الاف واحد هنا ولا تحط الاف واحد هنا؟ ده عند الكبير. شمال. القيمة الكبيرة للاف هي اللي بتحدد اتجاه التورك اللي انت عايزه. هو انت عايز اتجاه التورك مع الار بي ام ولا عكس الار بي ام؟ مع الاربين. مع ليه؟ عشان البولي دي دريفن. يبقى الاف واحد اما اجيبها هنا والاف اتنين اما اجيبها هنا الاف واحد اكبر من الاف اتنين، يبقى اتجاه التركة يبقى ماشي مع اتجاه الاف واحد. كده الاف واحد اما تلفها تبقى في اتجاه الدوران ولا عكس اتجاه الدوران؟ مع اتجاه الدوران. مع وتبقى صح ولا غلط؟ صح. صح ليه؟ ليه صح؟ عشان دكتور معلش ممكن تاني لو سمحت اخر حته. الدريفن اتجاه الدوران مع اتجاه الار بي ام. الدريفن اتجاه الدوران مع اتجاه الار بي ام. انا بقول لك انا فارض ان الاف واحد هي الكبيره. معنى ان الاف واحد هي الكبيره تبقى لازم الاتجاه التورك يبقى مع اتجاه الاف واحد. انا دريفن، طالما دريفن يبقى التورك مع اتجاه الار بي ام. لو انا درايفر عكس اتجاه الار بي ام. يبقى طالما حطيت الاف واحد في الاتجاه ده يبقى ما تيجي تلف في الاف واحد حوالين السنتر بتاع العمود هيبقى هو هو نفس اتجاه الار بي ام. شكرا يا دكتور. عفوا. شكرا يا دكتور. معلش يا دكتور، لما بيجي احط الاف اكسيال في الجير بقى اللي هو البيفل بعمل المومنت بتاعت الاف اكسيال نفس اتجاه الاف اكسيال ولا بعملها ازاي؟ طبعا طبعا طبعا. اهو بيفل اهو. ادي العمود، هو العمود الثاني ده. انا بقى عايز انا مش عايز الترس، انا عايز العمود دلوقتي. العمود اهو. هتتنقل بفرصه في اتجاه اهي. ومومنت كمان في نفس اتجاه الدوران. الاف اكس لما هتلف هتلف كده. تمام شكرا يا دكتور. العفو يا دكتور. سؤال معلش، هو الكيرف اللي احنا عملناه في الورم جير علشان نزود الكونتاكت اريا، هو ده ممكن يتعمل برضو في الورم؟ عشان كان في رسمه كان شكله كده. لا 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 خليك كده. لا 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 هيصعب الدنيا اكتر. مفيش فرق في دي. مش هتفرق مع دي مش هتفرق معانا دي في حاجه. هتصعب وخلاص يعني.
تمام. هم بيعملوه في الورم جير وخلاص. دكتور ها معلش انا جيت دلوقتي في الشيت الاخير حسبت البيرنج كاباسيتي، جيت وانا بحسبها قلت لحضرتك دخلت الجدول واخترت اللي هي السي ستاتيك ورحت مطبق قسمت الاف اكسل على السي ستاتيك وطلعت الاي، وبعد ما طلعتها عملت سيلكت والاكس والواي وعوضت في المعادله وطلعت السي كالكوليتد بكام. المهم جيت ابص على الجير اللي انا واخده لقيته مش محقق لي اللي انا الحاجات اللي انا عايزها حتى في الجدول كله من ورا الاخر. اضطريت ان انا اكبر الدايمتر خليته 35 يعني كان 30 خليته 35، يعني كنت حاسب الدي مينيمم كانت 27. فهل لما اكبر الدايمتر ايه حلو اللي انت بتقوله ده؟ لما اجي اكبر بقى الدايمتر 35 احسب بقى اخد له تاني عن لقيت البليه رقم 11 نافعه معايا بس لما اخد منها 2 هل بقى احسب لها من سي سي تاني السي اس تاني اللي اخدها تاني؟ طبعا ايوه طبعا احنا ورانا حاجه طبعا. طب ده يعني ممكن يحصل في الامتحان وكده ولا طبعا لا ده لا انا عشان بكره؟ لا 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 يعني الامتحان بقى الوقت الامتحان انا في الاخر انا في الامتحان انا بتشك انت عارف ولا مش عارف. الموضوع ما بتبقاش مش بالسوء او ده. تمام خلاص شكرا يا دكتور. بس انت في الاخر انت عملت المطلوب ان انت هتفضل كده تمشي بدايره لغايه ما توصل ان الكباست اللي انت جايبها بتاعه البيلي اكبر من كباست الكالكوليتد. شكرا كتر خير. خلاص تمام شكرا يا دكتور. عفوا. في حد عنده أسئلة أولاد تاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام.